أعتقد بأن الجزائريين يبرهنون بالفعل على أن لديهم حب كبير لكل شعوب العالم العربي والإسلامي بمواقفهم الرائعة تلك. فعلا فعلا، يعني احنا الشعب الجزائري عنده روح رياضيه، وعنده كما نقولوا احنا الجزائريين باللغه الدارجه، احنا عندنا النيف، يعني هذا النيف هذا اليوم مثلاته المغرب لما فازت فرحنا بها، لان كأن الجزائر هي فازت في هذا المباراه. صحيح، بلا شك نحن أيضا في حالة من الحزن نتيجة غياب المنتخب الجزائري عن هذا المونديال، وكنا نتمنى قطعا مشاركة الجزائريين محاربي الصحراء. يا فعلا فعلا للأسف، بس الحمد لله المغرب صادفتنا، وإن شاء الله في السنوات المقبلة الجزائر تكون حاضرة، بس احنا حاضرين حتى ولو المنتخب الوطني ما تأهلش، بس احنا حاضرين بالشعارات تاعنا بالتاريخ المباراة، لأننا نشوف على اليوتيوب الجزائريين راهم هناك ويشجعوا كل ما هما الشعوب العربية.